اهلا وسهلا بكم جديد في المؤتمر الصحفي للاستاذ عبد الله بن بخيت في ياهل رمضان. ارحب بزملاء الصحفيين، شكرا لحضوركم، انتم شركاء في البرنامج. اهلا وسهلا بك استاذ عبد الله مره ثانيه. نعم مرحبتين. راح نبدا في الاسئله مباشره، نتمنى ما نكرر اي شيء دار عشان نستفيد بس منك. تفضل. السلام عليكم، انا عبد المحسن القرني من صحيفه المدينه. استاذ عبد الله، هناك كتاب سعوديين لم يكن لهم صيتا الا عندما تحدثوا عن المراه ورجال الدين، سواء منتسبين لأجهزة حكومية وأفراد أو أيضا عن بعض المخالفات من القيم والعادات السعودية. هل أصبح ذلك بابا من أبواب الشهرة أو إحياء أساميهم في الوسط أو في المجتمع السعودي؟ الشق الآخر من السؤال اسمح لي أستاذ علي، هناك سعودي مواطنين يعولون على الكتاب السعوديين كثيرا في طرح قضاياهم وهمومهم. سؤالي هنا، هل عاصفة الحسيب والرقيب عصفت على رؤوس أقلام الكتاب حتى أصبحت تسير؟ شكرا. بس السؤال الأول لعبد المحسن، هو اتهام الأستاذ عبد الله نعتبره؟ أنا ما طيب يعني أنا بغيت أسأل، ما تقول يعني هل تعتقد أني معهم؟ أنا كاتب لي أكثر من 35 سنة، يعني ما كنت أحتاج إلى شهرة ولا مجد، هذا بالنسبة لي. لكن انت ما تدخل في نوايا الاخرين، يعني ناس عبروا عن رايهم، ها ما تقول والله انه يبغى الشهره، انت تشوف محتوى كلامه، اذا هو يستحق الرد او يستحق المناقشه، ما يستحق الرد ولا لا تقرا اصلا. يعني لماذا ان الواحد يعني هذه على فكره هم ما يجدون ما يقولون الخصوم، يعني خاصة أن هذول المتشددين ومتزمتين، مرة يقولون هذا داشر، مرة يقولون هذا طالب شهرة، يبحثون عن أي شيء للإساءة للأشخاص. فالرجل هذا كتب، سواء أنا أو أي واحد من الزملاء كتب رأيه، لماذا أنت تبحث عن أبعاد هذا الرأي؟ أنه يعني لازم يكون شخصي، يعني الرجال يبغى الشهرة. على فكرة يعني الإنسان لما يخوض في مسألة المرأة أو يخوض في مسألة التزمت الديني، ففي الواقع لازم يكون مؤمن، لأنك أنت لا يمكن أن تقول أبغى المرأة مثلا تشيل النقاب إلا إذا كنت تؤمن بهذا الشيء. أما إذا كنت لا تؤمن لا يمكن تزيف الأمر، لكن ممكن تقول في أمور الرياضة، في أمور كذا، ممكن تحب الشهرة تقول والله أروح أنا هاجم النصر، عرفت كيف؟ على أساس إيش يسبوني النصراويين وكذا واشتهر، لأن هنا قضية دنيوية عادية ممكن أنت تتلاعب فيها. نعم. لكن القضايا الفكرية، فهمت كيف؟ لابد أن تؤمن أولاً لتستطيع أنك تقول. طيب. إلا إذا كان هذا الرجل طيب خالي من العقل. السؤال الثاني من ناحية السقف، يعني أنا بالنسبة لي، أنا لأني اشتغلت في الصحافة فترة طويلة، أنا أرى أنه في تطور حقيقي في الانفتاح. نعم. للانفتاح، ربما الجيل الجديد اللي في العشرينات وكذا، لأنهم دخلوا على المنطقة هذه فهم يبغون سقف أرفع، لكن أنا جيت من سقف من اللاسقف. إيه، من اللاسقف في الحقيقة. طيب. وبالنسبة لي يعتبر انفتاح. نعم. وصلت أبويا. نعم. بس عشان الوقت تفضل. كل عام وأنتم بخير. حواس العايد، صحيفة عاجل. أهلا وسهلا. عبد الله بن بخيت دائما مثير الجدل، ويتضح لدى عامية الناس أنه شخص يخاف من العقاب الحكومي ويخشى ردة فعل الناس ولا يخاف الله، خصوصا بعد تغريدتك الأخيرة اللي هو الحور العين، قمت بعد ردة الفعل الشعبية قمت بمسح التغريدة ومغادرة المملكة. هل ذلك خوفا من مغادرة المملكة؟ لا بس هذا حسب معلومات دقيقة حواس، بس ممكن تقول لنا وش التغريدة للجمهور اللي تابعنا؟ الحور العين هو يذكرها زين، معناها هي أنه لو تزوج عايض القرني احد الحريات ومحمد العريفي، ولا لا يا استاذ عبد الله؟ لا يعني اللي غادرت المملكه، معليش، غادرت المملكه تحس خوفا يعني من رده فعل، يعني كما حصل مع الدكتور تركي الحمد. بالعكس، هذه المعلومات اللي وصلتني. يعني بالعكس، انا جيت المملكه، انا كنت خارج المملكه وجيت المملكه، يعني ما حصل العكس. فالانسان العاقل خصيم نفسه، يرتكب خطا يسحب خطا، بس هذا اللي حصل. تعتبره خطا؟ اي طبعا، لان انا ما كنت عندي. ايش قلت بالضبط انت؟ والله ما ابغى اقولها، خلاص انتهت. لا بس الجمهور هو اللي يقولها، مو ما دام الحين لازم واحد يقول لنا ايش قال. والله
انت حواس سالت السؤال تقول لو عايض القرني ومحمد العريف بس اني ناسيها طلعت. طب ذاكرها انت يا ابو يارا؟ والله انا ذاكرها بس ما ابغى اقولها لان هي جيده يعني هي كلام مو جيد وهي هي فيها نوع من السخريه. تستحق انك تعتذر للشيخ العريف الشيخ العقرني؟ لا مو بالعريف اعتذرت للمسلم للناس يعني انا واحد من المسلمين يعني. بس انت ذكرت العريف والقرني صح؟ اي ما علي من ذكرهم. هي القضيه انه قلت لو ايش قلت انا نسيت المهم إن فيها هي كأني يعني تبدو كأني غير مصدق بهابي أو زي كذا فاعتذرت للناس اللي جرحت مشاعرهم ما اعتذرت للعريفي وغيره لا ما فيها ما مسيت العريفي أو كذا كشخص لا ما طيب السؤال الآخر ما يسأل لا أرجع لك بس حل الوقت اسمح لي أستاذ عبد الله محمد الشهراني صحيفة المناطق الإلكترونية هل الرؤي السعودي يكتب للحاضر أو المستقبل بمعنى هل يحصل فائدة الكتابة حاليا أو تجي عبر التاريخ ما فهمت السؤال أنا. سؤال الروائي السعودي يكتب للحاضر أم المستقبل الروائي السعودي دائما في جدل بين الروائي العربي والروائي الغربي أنه يكتب المستقبل العربي يكتب الماضي لا ما أعتقد أنا أنه هذا السؤال له دلالة لأن ما في الروائي يكتب عمل فني ولا في أحد يكتب للمستقبل يعني اللي يكتب المستقبل هذا الرجل أعتقد أنه غير مدرك لأن المستقبل لا تعرفه أنت يعني أنا لما أكتب للناس أعرفه استشراف كنوع من الاستشراف هذا يعتبر روايات الخيال العلمي خيال علمي هي يعني هو يقول تكتب لمن وليس أكتب عن ماذا يعني لو أكتب عن المستقبل لكن أنا أكتب للموجودين للناس اللي أمامي ولا أكتب للماضي الماضي مات ما عاد في أحد طيب. فهمت جوابي؟ بس الفائدة تحصل فوراً أو أنه تجي عبر التاريخ كيف؟ لا وصلت لأنه جاوب على النقطة بس عشان نأخذ الوقت إذا سمحت لي تفضل أو عندك إذا ودك السلام عليكم عليكم السلام يزيد العصيمي صحيفة الوئام الإلكترونية رفع صوتك يا يزيد الله يخليك قلب الرياض ينبض بتاريخ الثقافي العريق وأنت أستاذ عبد الله من الذين عاشوا التشكل الثقافي في مدينة الرياض نعم ما هو دور عبد الله بن بخيت ككاتب والإعلام بشكل عام في انتشال الرياض من عبث الأعمال المخالفة وإعادتها إلى سياقها الثقافي والتاريخي والسياحي يعني أسوة بشقيقتها جدة تقصد يعني دور الكاتب في دور الكاتب والإعلام بشكل عام في تصحيح الوضع والله الكتاب يعني أبلى وبلاء حسن مع الحملة الأمنية اللي قامت بها وزارة الداخلية وأنا سعيد جدا بالحملة لأن الحملة هذه ما هي بس فقط مشكلة أمنية بل هي مشكلة اجتماعية ضخمة تنتظرنا في المستقبل لو تركوهم وخاصة فئة معينة اللي هم الإثيوبيين لأن حوالي يمكن مئات الألوف منهم مسيحيين ولو أنهم بقوا جيل جيلين طبعاً حيستقرون في البلد ما تقدر تطلعهم ولا عاد يعرفون أوطانهم يكون عندك جالية مسيحية إن ما قدرنا نتحمل أنفسنا هذا الليبرالي وهذا كذا وهذا شيعي حتى أننا يكون عندنا أيضاً طائفة مسيحية يعني إن طبعاً مستقبل ممكن لكن الآن في ظل الذهنية القائمة أنا أشكر المسؤولين أنهم أبعدوا هذه الفئة لأنه بيشكلون خطر اجتماعي أيوة بيشكلون دايمنشن جديد على المملكة ما نتحمله يعني تفضل السلام عليكم يعطيك العافية أستاذ علي أرحب فيك أستاذ الاسم الصحيح ارفع صوتك ارفع صوتك عيسى الشماني من صحيفة ما في الميكروفون مباين لا عيسى الشماني من صحيفة الحياة نعم سؤالي أستاذ عبد الله كاتب الرواية عبد الله بن بخيت حضر بقوة خلال السنوات القليلة الماضية ومن الملاحظ أن هذا الحضور ارتبط بالتجاذب الحاد مع رجالات الدين ما أسمعك حضورك خلال السنوات القليلة الماضية ارتبط بشكل مباشر مع السجال الحاد مع رجال الدين واضح؟ نعم بعد أن كنت خارج المشهد الأدبي سنين طويلة طلعت من المشهد الأدبي أيوة وبعد عدة مقالات كتبتها في الصحف تنتقد فيها الهيئة وتناولك لمسألة الشذوذ الجنسي في روايتك الشهيرة شارع العطائف تحولت سريعا من الهامش إلى المتن ومن الظل إلى الضوء
لو حذفنا مقالات عبد الله بن بخيت اللي انتقد فيها الهيئة، وأيضا حذفنا المشهد الجنسي اللي تناولته في الرواية، ماذا سيتبقى من عبد الله بن بخيت؟ ما يتبقى شيء، لأن هذا أنا، يعني أنت شلتني، يعني أنا لما أنتقد الهيئة، فهمت كيف؟ فأنا هذا رأيي، سواء كان يعني انتقاد الهيئة يعطيك ضجيج أو ما يعطيك ضجيج، هذا رأيي. يعني أنت تقول والله لو شلنا عبد الله بن بخيت كتبه برا، وشلنا مقالاته برا، وشلنا شهادته برا، ما عاد صرت أنا، صرت شخص آخر. يعني يعني أنت الآن لو تقول أنا، يعني مثلا أنت تجي محمد عبده تقول يا أستاذ محمد عبده لو بعدنا أغانيك، فهمت كيف؟ هل وش باقي؟ بيقول والله ما عاد بقى لي إلا محمد عبده هذا اللي قدامك، ما عاد بقى لي الفنان وهالكذا. فأنا ككاتب هذا موضوعي مثير للجدل وكذا، هذا مو بذنبي، لأن أنا عند اهتمامي هذا، عرفت كيف؟ في ناس علماء مثلا يهتم بالذرة، هذا لا يمكن يعرفه أحد، لأنه مو موضوع شائع ومثير للاهتمام عند جميع الطبقات. وفي نفس الوقت رد الفعل، ردود الفعل علي هي اللي سببت، لأنه أنت لما تقول والله الهيئة كويسة يجيك 10,000 يشتمونك، اللي يشتمونك يشهرونك، هم يعتقدون أنهم يسيئون لك، وهم بالواقع هم يشهرونك ويقدمونك للمجتمع. أنا خلف الخميسي من صحيفة اليوم. كل عام طيب أستاذ عبد الله، أستاذ علي والمشاهدين الكرام. أهلا. أستاذ عبد الله، ينطلي على مقص الرقيب بعض العبارات التي يرغب الكاتب بتمريرها، وخاصة في النصوص الطويلة مثل المسلسلات، بعض من العبارات مثل اللحية داخلية وأخرى خارجية وما إلى ذلك، ويجعل من طول النصوص جسر عبور. كيف يعني؟ أني أمطمط في النص؟ لا، أنه الكاتب يجعل من طول النصوص، يعني يدخل فيها بعض الإمارات، يمرر من خلالها بعض العبارات، ولا يستطيع الرقيب ربما قراءة النصوص كاملة مثل نصوص المسلسلات، مثل ما ذكرت لك لحية داخلية ولحية خارجية وما إلى ذلك. لا، هذه ما أعتقد أن في رقيب يبغى يوقفها، ما أعتقد أن في سبب، لكن هو الكاتب في وراه أربعة، خاصة في مسألة في الدراما، يعني الدراما وراه الناشر اللي هو الممول، وراه المخرج، وراه المنتج، ويعني وراه سلسلة من، وإذا كان مثلا مقدم على التلفزيون وراه الرقيب وراه كذا. فما أعتقد أنه يمرر، هو يقول رأيه ويقول الحوار اللي يراه صحيح ويرى الصورة صحيحة، والباقي عد على الرقيب. في حساسيات تختلف حساسيتك عن حساسيتي. طيب، تفضل. السلام عليكم، عبد الله العثمان من جريدة الجزيرة. أهلا وسهلا. مسي عليكم ومسي على السادة المشاهدين. طبعا أنا لاحظت نقاط في اللقاء الآن اليوم. نعم. أول شيء قبول فكرة أنك يعني تعيش خارج السعودية، أيضا تعليم أبنائك بغير المناهج السعودية، أيضا فكرة إيقاف حسابك في تويتر، كمية ردود الفعل المضادة لأفكارك في المقالات اللي تكتبها، أوحت يعني بأنك إنسان أو عندك فكرة في أنك تبتعد عن هذا المجال، ولكن ما تبي تبتعد، يعني أو أنك تقول صح أنا على خطأ، لكن بخرج وأنا رافع الرأس، يعني لا ننتفت للآراء الآخرين. كويس. أيضا أنا مقالاتك أنا أتابعها، ولكن صدقني أنا أتابع ردود الفعل أكثر من المقال اللي. طيب السؤال عبد الله، بس السؤال، أين أنت الآن؟ يعني الإيحاءات اللي أنا ذكرتها لك، هل هي صحيحة؟ وش موقفي منها يعني؟ نعم، أنا موقفك يعني أصلا من المضادين لك يعني. شوف، لما يروح الطالب السعودي إلى خارج يدرس يتعب، لأنه التعليم عندنا يحتاج له تصحيح كثير. فأنا قررت أنه، على فكرة أنا بناتي كلهم تخرجوا من الثانوية هنا، يعني أنا ما أخذتهم من الأطفال، لكن عشان أنا لاحظت أن كل السعوديين اللي يروحون يدرسون في الغرب، في أمريكا أو في بريطانيا أو في كندا، يتعبون.
فقلت انا ليش انا اخليهم يتعبون، اخذ اولادي وهم صغار يتعلمون انجليزي فلوينت، يصيرون يدخلون الجامعه اوتوماتيكيا ويصيرون يفهمون طبيعه المجتمع اللي هم فيه، وفي نفس الوقت يتعلمون تعليم حقيقي. يعني انا مع احترامي للتعليم في المملكه لا يمكن يقارن ولا 10% من مستوى التعليم في كندا. نعم فهمت كيف، وهذا مهم. الشيء الثاني انه حكايه انه انك تتابع ردود الفعل اكثر من مقالاتي، هذا من حسن حظي، يعني انه اللي انا اثير ردود فعل يعني. وفيش وش النقطه الثالثه؟ هي وصلت بس عشان الوقت خلوني بس ادخل الهاشتاج وبعد اذا صار عندي وقت حواس راح اعطيك. تسلم. في هل دافع عن البلد خصوصا بعد موضوع نمر النمر والتخريبيين في القطيف والعواميه، اما نتخصص هيئه الامر معروف وشيوخ السنه، هذا عبد المجيد يسأل في هاشتاج. هذول ناس، شوف هذول الناس يعتقدون اننا مثلهم، يعني اننا طائفيين او متزمتين. انا شخصيا حاط لي شيء واحد وثابت، هو امن المملكه العربيه السعوديه وسلامتها. فالنمر ومن نمر معزولين وقضيتهم في داخل القطيف وكذا لا تعنيني، لكن اللي يعنيني اللي يأثر على كمية كبيرة من السعوديين. يعني النمر لو أذن مليون مرة لا يمكن أن يدفع يمكن لثلاثة أربعة يروحون يقاتلون مع حزب الله ولا غيره، لكن لما يجيني واحد مثل الدعاة عندنا هنا وتلقى 10,000 15,000 شاب سعودي، هذا اللي يعنيني أنا. أنا اللي يعنيني اللي يأثر على المجتمع. طيب. أنا ما يهمني شيعي ولا سني، لا يعنيني. طيب. أبدا هذا. وصلت أيضا في سؤال، هل عاجبك مسمى جرذان الصحراء؟ والله أعتقد كويس. إيه؟ وفي نفس الوقت أيضا في سؤال يطرح، يعني أيهما أكثر جرأة، هومير الصحراء ولا جرذان الصحراء؟ أيضا سؤال، هل ستستمر في كتابة الدراما؟ والله أنا أعتقد أنه هذا أكثر جرأة. أكثر جرأة كثير، يعني هوامير الصحراء ما يلامس المجتمع، ظل في إطار العلاقات التوب، يعني الناس الأثرياء والأغنياء واللي عندهم فلوس سافروا لندن وباريس. هذا لا، هذا سيهبط، لأنه إحنا بنقدم فيه إن شاء الله صورة عن الناس اللي ينخرون في المجتمع، يظهرون بأنفسهم أنهم كأنهم وطنيين، يظهرون أنهم كويسين، يظهرون ذا، لكنهم هم اللي ينخرون المجتمع من جميع الطبقات، يعني ليس الأغنياء فقط. يعني هوامير الصحراء واضح أنه حق الأغنياء، جرذان الصحراء هم أي طبقة، ممكن يكون صحفي، ممكن يكون رجل دين، ممكن يكون مسؤول، هذا اللي ينخرون في المجتمع. أنا أشكركم، ما عاد عندي وقت حواس سامح. ها؟ تغريدة إيش؟ وأنا قاعد أقرأها، أنا نوف عنك. إيه لا، إيش إيش؟ نعم. حور العين؟ إيش المشكلة؟ لا خلاص وصلت يعني. يبغى يقرأها بأي سعر اقرأها. إيه لنفترض تغريدة الأستاذ عبد الله. أنا ترى مو بعشان لو يقرأها، عشان الوقت بس عندي. سام لا بس دقيقة أو أقل. لنفترض أن واحد من الحور العين كانت من نصيب سعد البريك ثم أحبت العريفي، ما هو الرأي الفقهي؟ أفتونا. هذه التغريدة تتساءل يعني. ايه سهل. ومسحتها عشان مسحتها احتراما للناس. طيب. واحتراما للمجتمع. انا وقت انتهى الحقيقة، اشكر زملائي الصحفيين، اشكركم كلكم على الحضور، اشكر ايضا الاستاذ عبد الله على حضور المؤتمر. لسه عندنا فقرة احب بس اخيرا، في كل حلقاتنا الماضية اي احد ورد اسمه او شعر بإساءة له حق الرد، وهذا امر مهني ومن بديهيات من أصول المهنة، وهذا ديدنا الحقيقة في روتانا خليجية في كل برامجنا. لذلك وجب التنبيه، أي أحد شعر بإساءة أو أي شيء له حق الرد في هذا البرنامج أو في غيره أو في شهر رمضان أو حتى بعد شهر رمضان، بعد رمضان حتى إذا ما كفانا الوقت. بعد الفاصل سنكون في الفقرة الأخيرة، سحور عبد الله بن بخيت مع محبيه، تابعونا.